راح فين ده؟ مش الليس اللي تغدر بيه مرة حربية زيك. هاتي موبايلك، هاتي موبايلك، اخلص، هاتي موبايلك التاني، هاتي موبايلك التاني بدل ما ضيع لك وشك. مش قايل لك قبل كده ازازة مية النار بربع جنيه بس؟ اي دقة نقص بقى تاني هيبقى فيها بنتك يرحمها. بنت فين يا ليسي؟ ثبتوني وكان هيقتلوني. هات تليفونك. اتفضلي. تريفي. دي نمرة مش متزيفة، أكيد نمرة غلط. ألو؟ أيوة رنا، أنت فين؟ أنا في البيت. أمال ما بترديش على طول ليه؟ أصل كنت بلعب مع مريم كوتشينة. طب هو أنت ولا مريم تفتحوا الباب لحد؟ ماشي يا ماما. باي باي. اطلع على اسمه طبعا. اطلع على البيت. كمان هاخد ورقك. لا واخد موبايلك. لا مس مريم، I called the flower shop and the guy said he'll deliver the flowers tomorrow. اردني يا مريومة، قولي لي انت مصلحتك ايه تبيع الراجل اللي انت شغال معاه من سنين وتيجي تقول لي الكلام ده؟ يا باشا من الاخر كده، انا ما بحبش الخيانه، وده واحد جنابك استأمنته وهو خانك. ما بحبش الخيانة. واللي انت بتعمله ايه دلوقتي؟ مش خيانة؟ ولا انت طمعان في الوضع اللي هو فيه فقلت اسفنه واركب مكانه؟ ما ترد. انا خدام جنابك يا باشا. خدامك يا باشا، بس انت ما عندكش خدمة تقدمها لي. الست اللي عندكوا دي ما تهمنيش خالص، هي لو تهمني اسيبها في المكان الحقير اللي هي فيه ده. خد الباب وراك. سعادتك وعدتني ان كل اللي قلته لك هيفضل سري بيني وبينك. انت سمعتني؟ ما بحبش اعيد الكلمه مرتين. مره. ابوس رجليك يا باشا. ما تقولوش. لو عرف هيذبحني. انت يا حيوان في مكتبي وخايف من حد تاني. بره. بره! تعالى. خدامك يا باشا. خدامك يا باشا. عارف مكانهم؟ لا يا باشا. هو خدها الصبح في عربيته وقال لي ان جنابك طلبت منه ينقلها في مكان تاني. عايز وقت قد ايه وتعرف مكانهم؟ بكره الصبح يكون عندك مكانهم يا باشا. بكره الصبح تجيب لي مكانهم. لا يا باشا، انا بعمل ده محبه، مش عايز فلوس ولا حاجه لا سمح الله. ده حب في سعادتك. ايوه يا باشا، انا اقدر الحب جدا. ايوه يا باشا، بس في رجاله ومصاريف وانا مش عايز حاجه لنفسي لا سمح الله.
بكرة الصبح يكون عندك عنوانهم يا باشا. سلام يا باشا. وحياتك ما هيطلع عليه صبح يا خوفي. لا الحقوه، تبقى وقعت يا قطه ومحدش سمع عليك، ويبقى لبسنا كلنا في حته سد. يلحقوا مين يهبل انت؟ ده هي ديتها شوكه واحده، هياكلها من هنا ويتكون من هنا. طب افرض انه ما اكلش او رمى الاكل ده في الزباله، وافرض ليه حاجه زي دي وهو قاعد لوحده؟ وبعدين ده انا جايبه له الاكل اللي هو بيموت فيه وان شاء الله هيموت بيه، ومن الريستوران اللي هو بياكل منه وهو مغمض عينيه. وهو مغمض عينيه؟ انا مش مطمن. ليه يا ابني؟ ما احنا ماشيين صح اهو، الاوردر وطلبناه وباسم زفتة التين اميره، والراجل بتاعك واستلم وجابه لنا وبنظبطه، خايف من ايه بقى؟ انا مش خايف، انا بس بحط افتراضات. افرض ان هو قبل ما ياكل كلم اميره وسالها. يسال مين يا ابني؟ دي حاجه معتاده عملناها 100,000 مره وانا مسافره. مش عارف، يمكن عشان حوارات السم دي ماليش فيها. ومالكش فيها ليه بقى يا حبيبي؟ يعني شايفها بتاعت حريم، عايزه حد ايدي ناعمه زيك كده، وانت عارفاني انا بحب اجيب من الاخر واخلص على طول. طب ما انت يا مخلصاتي اللي قلت ان ده مش هينفع معاه. ما هو صعب، حد يعرف يصطاد نديم باشا ده لوحده؟ ده ابن لذينه رافع كتاف على الكل، ما بيخطيش خطوه غير بحساب. ده غير بقى ان الدنيا هتقوم ومش هتقعد غير لما يعرفوا مين اللي قتل، ويجيبوا كمان السلاح اللي اتضرب بيه. انما كده في الشياكه، الاوردر وطلبناه من المطعم الفلاني وباسم سكرتيرته، يعني التحقيق رايح في اتجاه تاني خالص. ده لو بقى في تحقيق اصلا، مش يمكن يقولوا قضاء وقدر ونخلص. في الحالتين انت لازم تظهري بعديها بكام ساعه؟ طبعا، اول ما عرفت الخبر ركبت اول طياره وجيت على طول، وانت طبعا هتكون وصلتني المطار عشان لما اميره تبعتلي سواق الشركه يجي يلاقيني ضربه طقم اسود وهتك يا عياط، وازاي ده حصل، وعايزه حق جوزي، والمطعم ده لازم يتقفل، وكلها اسبوعين ثلاثه والقضية تتحفظ ونعيش حياتنا. يا بنتي ليه؟ ربنا يستر. هي بقى اصابت اتنين عمر. هتصيب. المهم بس الواد اللي بيعمل فيها بتاع الدليفري وهو بيسلم الاكل سيد بتاع الامن. لا ما تقلقيش، انا مختار واد فرازة. اهو الواد الفرازة ده هو الخيط الوحيد اللي ممكن يوقعنا. خليك ذكي وقطعه. اداريه هو المكنة اللي معاه بعد ما يخلص المشوار. ايه المكنة دي؟ مكنة؟ موتوسيكل يعني. طب خليه يسرع قبل ما الباشا يروح وينام من غير عشا. ما تلاقيش يا رشا، مفيش حد بينام من غير عشا.